على الجانب الاخر برضو تريزيجيه النهارده الحقيقه احرز هدف. هو طبعا خسر من ولفرهامبتون ولكن احرز هدف ماشي بشكل جيد يعني المباراه السابقه، خسر ايضا من ليفربول ولكن احرز هدف النهارده برضو جاب جون ولكن خسر من ولفرهامبتون. رايك في مستوى تصاعد اداء تريزيجيه ايه يا كابتن؟ تريزيجيه تاخر كتير، المفروض يكون في المستوى ده ويكون له عروض قويه زي اللي هو فيها دلوقتي من عده سنوات. ايوه سبب تاخر تريزيجيه طريقه لعب المنتخب المصري السابقه. يعني كان هو بيلعب بوظيفات مدافع 90% اكتر منها موظيفات مهاجم. حتى انا كنت بستغرب يعني اذا كان المدرب يعني عايز يدافع طب بيستعمل تريزيجيه ليه؟ طب ما تحطه بره وتجيب قلب دفاع ولا تحط وسط محور ولا تحط ظهير ايسر او ايمن هيأدي دور دفاعي اقوى من تريزيجيه. لكن احنا دايما بنضحك على الجمهور، المدرب اللي بيخاف بيضحك على الجمهور بايه بقى؟ عشان ما حدش يتهمه ان هو مدرب دفاعي يقول لك طب ما انا عندي صلاح وعندي تريزيجيه وعندي ايا كان لاعبين مهاجمين ورده فله يعني اي حاجه من فدول مصنفين مهاجمين صح لكن بواجبات دفاعيه وكهرباء يعني مصنف مهاجم يعني انت عايز تأدي واحد بتديله دور بي وانت ملبسه جلابيه طب ازاي يعني ما انا شايفه بجلابيه يعني ما مش بي لا ده فلاح لا ده عامل لا ده يعني اي مهنه اخرى أيوة. وبالتالي فالمدرب عشان يتحاشى اللوم من الاعلام ومن الجمهور ان هو بيلعب بطريقه دفاعيه يقوم يكلف اللاعبين بواجبات دفاعيه كتيره جدا. ايوه تريزيجيه اتعطل كتير معانا في منتخب مصر بالاداء ده، دلوقتي هو بدا يلعب في النصف الاخر اللي هو بتاعه اللي هو واجبه الاساسي، عشان كده ابتدى يظهر وانا اتوقع تحسن واستمراريه في علو المستوى في الفتره القادمه.